اهلا بحضراتكم مره تانية، الغالي الجميل البرنس الكابتن علاء نبيل هو ضيفنا في الماتش بعد غياب وبيوحشنا جدا. لو ينفع كل يوم يبقى معانا الله والله يبقى يخليك. كل يوم معانا. منور الدنيا يا كابتن علاء. الله يخليك يا هاني. بس يا حبيبي اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله كويس؟ كله كويس الحمد لله. الحمد لله. صحه بخير الحمد لله. الحمد لله ربنا يا رب يسعدك الله دايما باذن يخليك الله. يعني. الله يخليك. الدنيا في مصر على المستوى الكروي في مشاكل وخلافات وصراعات، لكن في نفس الوقت الدوري في اوقاته الاخيره كده بيبقى سخن وجميل، مش كده؟ فوق وتحت صح. يعني الدنيا مش واضحه، سواء كمنافسه على الدوري العام، لان كان مثلا يعني في نسبه كبيره شويه لنادي الزمالك، لكن الصراع البقاء هو ده الاثاره كلها في الحته الاخيره اللي تحت دي. يعني في انديه بتصارع وفي انديه غير متوقعه بالمره هي اللي بتمر بهذه الظروف، ودي من علامات استفهام يعني. لكن يعني الدوري طويل، لكن يعني حلاوته في الاخر زي ما بيقولوا كده يعني. طيب نمسك صراع الابتعاد عن شبح الهبوط. بمناسبه الكلام عن علامات الاستفهام، ايه علامات الاستفهام اللي تحب تحطها على الفرق اللي موجوده في هذا التنافس؟ يعني النهارده لما الاقي المقاولين العرب في موقف لا يحسد عليه، الاسماعيلي كان لاخر وقته عدى، الجونه في موقف برضو، دي من الانديه اللي هي يعني على استر اللي هو كان اول سنه مره واحده حصلت صح نقله غير طبيعيه مع كابتن علاء عبد العال. ففي في حاجات غلط يعني. في ازاي الانديه دي وصلت للمرحله دي؟ ازاي نادي زي نادي المقاولين العرب بالامكانيات دي يوصل للي احنا فيه يعني؟ ف دي 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 الحاجات اللي الواحد مستغربها. في انديه ويمكن المشاركه الاول سنه موجوده في المنطقه الدافئه بتاعه الجدول وادائها مقنع الى درجه أيوة. كبيره. زي مين؟ باينين. زي مين؟ زي فاركو. ايوه. زي مثلا حتى المحله لاخر وقت انا كنت واثق ان هي هتعدي. ثم لسه في اللعبه المحله. لا لا ما ولسه عندهم بكره بيراميدز، ففي احتمالات عدم نجاح. هو في وراهم استرن والجونه والمقاولين، ما هو 30 نقطه المحله، 30 نقطه وفي 28 و27 و25 اللي هيجيب 35 36 هو اللي هيضمن. تمام. لكن في صراع كبير جدا. اداء المحله مقنع بامانه. يعني بص، اصل في فرق تصعب عليك لو هبطت، وفي فرق تقول والله يستاهل. النهارده لما تقول المقاولين لان الاداء غير مقنع ده من اول السنه. صح. لما تقول الجونه اداء غير مقنع، مع انهم جت فتره اللي هي من اربع خمس ماتشات كده فاقوا شويه وبعدين رجعت الامور تاني. استر النهارده ادائها مقنع. صح. المحله ادائها مقنع جدا، عندهم روح عندهم قلب وبيعرفوا يكسبوا وعايزين، هم عارفين هم عايزين ايه. لكن في انديه كبيره هي دي اللي علامه استفهام، منهم المقاولين العرب طبعا. المقاولين العرب يعني انت كقريب وكنجم كبير وكمدرب للفريق سابق، ايه اللي ممكن يكون بيحصل؟ ليه سبب غلط. البدايه لانه حتى البدايه غلط. البدايه غلط يعني بمعنى ايه؟ بدايه تكوين فرقه غلط. محدش ابدا يقدر يعمل متوسط الاعمار الكبير قوي ده في فرقه واحده. متوسط اعمار كبير جدا، وفين مقاولين العرب ناشئينه وقطاع الناشئين؟ دي مشكله كبيره. فين يعني. عمالين نقول بس قطاع ناشئين قطاع ناشئين، طب وفين اللعيبه؟ كل اللعيبه اللي صغيرين مشوا، كل اللعيبه الصغيرين مشوا. مين اللي سمح لهم يمشوا؟ مين اللي سمح لهم؟ مين اللي سمح الفرقه الاعمار الكبيره دي كلها من اول السنه اعمار كبيره جدا جدا جدا؟ فين اكبر معدل متوسط اعمار في الدوري الممتاز هم المقاولين العرب. فمنين فين الناس الصغيره؟ في اللعبه الصغيره النهارده كل مصر مبسوطه من النادي الزمالك بيلعب الاولاد الصغيرين دلوقتي. صح. اللي هم عشانهم صغير. النادي الاهلي الماتش اللي بتاع امبارح فرق معاهم جدا. اللي هو في ناس صغيره بدات تلعب وتحط رجليها في الملعب، هو ده المفروض. طيب النهارده انت عمالين نقول قطاع الناشئين، طب فين ولاد قطاع الناشئين؟ متوسط الاعمار كبير جدا بصراحه. اللي كون الفرقه من اول السنه هو اللي يتحمل، لان ما حتى اللي جه ما عرفش يجيب لعيبه. في لعيبه كتيره جدا جت متوسط اعمارها كبيره جدا، خدت فلوس كتيره، وفي لعيبه مشيت خدت فلوس كتيره جدا وما لعبتش دقيقه واحده. تمام. فاعتقد ان
حان الوقت ان الانديه بعد نهايه الموسم الهاني احنا خلاص بنتكلم في اربع جولات اسبوعين ثلاثه الدوري لابد ادارات الانديه تقعد تحاسب نفسها في اختيارات المدربين. صح، زي ما الانديه بتتهافت وبتتنافس على اختيار كواليتي معين من اللعيبه لكل فرقه، لابد من اختيار المدرب الذي يقود فرقتها، عشان خاطر احنا انا شايف ان في دروب كبير جدا في الـ في الـ في الاختيارات. طبعا في اختيارات الاجهزه الفنيه طبعا طبعا، والدليل انه في انديه بتغير اجهزتها الفنيه اربع خمس ست مرات في الموسم. وفي انديه وفي مدربين لم يعني ما عملوش حاجه مع انديه وراحوا انديه تانية عملوا برضه نفس الكلام وما قدروش يعملوا حاجه. طب وعلى اي اساس على اي اساس بتشغله، على اي اساس اخترته، وعلى اي اساس مشيته؟ فلابد من ان لابد بقى من هنا لازم القرار اللي طلع اللي هو احنا سمعناه على الجرايد بس كده وعلى المواقع ولم ينفذ، ان كل فرقه ليها مش عارف ويقيل ويقال وايقاع، واخد بالك الكلام؟ بس هم قالوا هيطبق من الدور الثاني، فمن الدور الثاني خلاص اللي مسك كان مسك واللي مشي مش هيرجع. طب ليه هو الاتحاد مغير كم واحد في الدور الثاني؟ لا، كابتن عماد النحاس مسك بعد الكابتن حسام حسن، صح؟ مسك لا مش من الدور الثاني اعتقد. عماد النحاس ما مسكش من الدور الثاني، مسك برضو من بدري. حضرتك اللي بتقوله ده برضه تلاعب بالالفاظ. تلاعب بالالفاظ. لابد من ان اي فرقه ليك اثنين مديرين فنيين في سنة، عشان لما تيجي تختار في اول السنه تختار صح. يبقى انت مختار الراجل اللي هيقدر يكمل ويواصل معاك، حتى لو لا قدر الله حصل دروب يبقى اختيارك الثاني باعتناء جامد جدا. صح، لكن ده يمشي وده يجي وده. صح، الموضوع مش كابتن شوقي غريب بيرجع من جديد للتدريب المحلي، المحلي دي يقصد الابتعاد عن المنتخبات بعد فتره منتخب اولمبي، ثم فتره قصيره مع المنتخب الاولمبي، قبلها كانت فتره مع المنتخب الاول. بيرجع من جديد للدوري الممتاز من خلال صاحب الموقف الصعب نفسه المقاولين العرب. طبعا الموقف فوق فرقه صعبه لو يكون في عونه. شايف ازاي يتعامل هو مع الموقف ده؟ طبعا كل التحيه ليه ولجهازه المعاون. طبعا ونحيي كابتن عوده والجهاز اللي كان معاه برضه، وقدر على قد الامكانيات اللي موجوده قدر يوصل، لكن هو ده الكواليتي اللي موجود عندك. تمام، فكابتن شوقي والجهاز اللي بنتمنى له التوفيق طبعا، لان ده انا بتكلم كعلي نبيل اصلا شخصيا يعني، ان طبعا ده نادينا بنتمنى له التوفيق نعدي الازمه دي، ازمه كبيره مش سهله. الازمه كبيره مش سهله، لكن من طبعا كابتن شوقي عنده من الخبرات اللي هو ممكن يقدر يعدي، ولازم يشوف السلبيات بتاعت الفتره اللي ابتدى بيها الفرقه ويقدر يشوف هيعمل ايه. في الامطار الاخيره التغييرات ممكن تبقى كتيره، وده بسبب الاهتزاز والتوتر والقلق من اي مصير، واسوأ المصائر الخاصه بكره القدم هو انك تهبط للدرجه الثانيه. الاتحاد السكندري فجاه لقى نفسه الى حد ما في الدوامه دي، نتائج سلبيه، جمهور غير راضي، بيهاجم اللاعبين والجهاز الفني بل والاداره في بعض الاوقات. معاهم حق. معاهم حق، لان طبعا الاداء بتاع الاتحاد، عايز اقول لحضرتك حاجه، ايام كابتن حسام حسن كان بيخش فيه جوان كتير الاتحاد، لكن كان الجهاز الفني من كابتن حسام كان بيوصل للجون بيجيب جوان اكتر من اللي دخلت فيهم. وده يعني بتعوض دي بدي. يعني لو تفتكر الماتشات اول الدوري كان بيضرب 3 و4 3 واخد باله، كانت ماتشات مثيره جدا. مره واحده لقينا كابتن حسام بره وتولى جهاز جديد. تمام، لكن الجهاز الجديد ماذا قدمت لنادي الاتحاد النادي الجماهيري الكبير؟ ما هو برضه مع النتائج مهمه جدا برضه النادي زي ده. هو نادي الاتحاد النهارده طموح لو يبقى في الدوري الممتاز؟ لا طبعا، لا طبعا، لا طبعا. فوضع طبيعي جدا ان النتائج بتاثر على بقاء او رحيل كره القدم في مصر. النتائج هاني سيبك بقى من الاداء، او على الاقل تقدم للامام في المستويات يؤدي الى نتائج. لكن انا انا كمدرستي انا الاداء كويس بيجيب لك نتيجه. مظبوط، صح. مش هفضل بقى لا تيجي تعمل نتيجه كويسه دليل على انك انت بتشتغل صح، ادائك كويس، في كوتش بيقرا الملعب كويس، بيجهزك كويس، و الحاجات دي كلها. اللي انا عايز اقول للكابتن شوقي ان انت النهارده في دفوهات. ده كابتن مين؟ لكابتن شوقي في دفوهات. لكن انت بخبرتك اللي انت ممكن مع المقاولين تعوض الدفوهات دي بحاجات تانية، حاجات نفسية بقى، تكتيك، دوافع.
جد ولعيب قريب من اللاعبين سنا ولعيب دولي برضه يعرف يعلي نفسيا، ولا ايه رأيك؟ ما في ناس قد جد في الملعب. جد طبعا تدرب تحت قيادة الكابتن شوقي في الانتاج الحربي وفي المقاولين نفسه. ايوه يعني بنتمنى لهم التوفيق طبعا، لان فعلا يعني عايز كده غمض وفتح لاقي النادي عدى من الازمه دي. يعني كابتن محمد عمر ارسالتك ليه، وهو طلب ان الرحله بتاعته تبقى بس لنهايه الموسم لانقاذ الموقف فقط. هو الاتحاد ما فيش قلق يعني بعيد عن اللي هو يعني، لكن 33 نقطة فأبعد من غيره. هو تغيير في حد ذاته في بيجيب نتيجة إيجابية في في في, في البداية، وأنا أصله أربع ماتشات. أعتقد إن يعني اللي أنا سمعته اللي هو كان طالب اللي هو يبقى مستشار، لكن قريت بقى وحضرتك أكدت الخبر اللي هو خلاص تولى المسؤولية. بنتمنى لهم التوفيق، لأن جمهور اسكندرية ده انا بالنسبه لي جمهور غالي عليا قوي يعني. ليه؟ انا بص اقول لك حاجه، انا كعلاء نبيل في وانا بلعب وانا مدرب ما غلبتش ولا ماتش على ملعب اسكندريه. ده انت يعني دي حاجه معلقه في ذاكرتك. انا بحب استاد اسكندريه واحب جمهور اسكندريه. هو ممتع بصراحه استاد اسكندريه ده ممتع، في ليه طابع عندي كده يعني. تمام. لا جمهوره بيحب الفرقه جدا وفي كل حته، فان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ويعملوا نتائج كويسه ونشوفه على الله، ربنا يكرمه ويكمل المشوار ويرجع يعني ويكمل. لكن هو طبعا حتة انقاذ النادي دي طبعا بيبقى موقف كويس يعني. المباراة الاولى للكابتن محمد عمر كمدير فني للاتحاد السكندري هتكون قدام الاسماعيلي يوم السبت اللي جاي، وبالتالي مباراة برضو مش سهلة، لكن من الماتشات اللي هي الكلاسيكية الحلوة بتاعت زمان دي. ايوه، وبعدين لسه عندهم المقاولين. مظبوط. هيبقى هو بقى وشاور الاثنين واقفين على خط واحد، واخد بالك؟ وفي نسب والكلام ده. بالظبط، النسب هيكون موجود على الخط. ده انت هتسمع كميه عناوين على السوشيال ميديا ساعتها. يقول لك بقى وده مين هيسيب لمين الماتش. ايه رايك في الاقاويل اللي بتقال من بعض المنتمين لنادي تجاه نادي اخر لما يلاعب واحد من ابنائه؟ لا طبعا الموضوع زاد عن حده بصراحه. بص، مفيش لعيب كوره عايز يخسر. اي لعيب كوره بياخد 3 بونت بيبقى ليه مكافئات، عارف اللي داخل له مبلغ معين، محدش بيكره اللي هو يعني ياخد مكافئات. وبعدين بتبقى واضحه جدا من اداء اللعيب في مدربين وتهم اللي هم مش عارف لا هي بتبقى عدم توفيق او قرايه غلط او تكتيك غلط لكن مش مقصود خالص اللي انت تسيب المباراه خالص. بس الموضوع ده زاد عن حد اول فتره اللي فاتت. قوي. طيب خلينا نروح معاك بقى للقمه شويه. الاهلي امبارح بدا التجربه الجديده، تجربه ان انا هلعب باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الاصابات، فهريح الكبار. وقلت لسواريش الكابتن الخطيب قال انا مش مهتم بالنتائج دلوقتي، اهم عندي الترتيب للموسم اللي جاي. رقم واحد، شفت ازاي القرار ده؟ القرار ده طبعا طلع في توقيت لان النادي الاهلي ما كانش يقدر يعمل كده في التوقيت اللي هو كان فيه، لسه المنافسه موجوده بقوه. فلما حصل المشاكل اللي حصلت في الماتشات والحاجات دي كلها، النادي الاهلي استغل التوقيت في ان هو خلاص بقى اكشف الاوراق وشوف مين اللي يقدر يستمر معانا ومين ما يقدرش يستمر معانا. لان انا في تقديري الشخصي بعد اللي اتشاف من فرقه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، اعتقد اللي هيحصل تغيير جذري في قائمة الفريق. طبعا مين اللي تتوقع انه هو؟ طبعا كابتن خطيب ذكي ولسانه حلو ما بيعرفش. قال لك طبعا احترم كل اللعيبه، قال لك كلكم عملتوا وقدمتوا مش هننسى. ده ذكاء، لكن طبعا في جماهير كبيره بتحاسب. فده كان في ذكاء في القاء الحديث نفسه. شفت ازاي بقى مستويات اللعيبه؟ لا، في لعيبه لابد عليها علامه استفهام بدون ذكر اسماء، في لعيبه علامه استفهام، لان لن يقبل الفتره القادمه بان جماهير النادي الاهلي يعني يحصل دروب اللي حصل ده. اعتقد الدروب اللي حصل للنادي الاهلي ده ما حصلش من سنين طويله. يعني بيحصل دروب في فتره، لكن الدروب اللي حصل دروب كبير. بس العوده صعبه؟ ما اعتقدش ان هي لا لا صعبه. لا 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 خالص. في الدوري المصري سهله جدا. عوده بتقف على حيلك، بتاخد راحتك، بتجيب لاعيبتك، بتجيب كوتش. بتجيب كوتش؟ والاهلي محتاج كوتش؟ لا يعني بتكلم عامه. بسالك خاصه.
لا النادي الاهلي عنده الكوتش بتاعه لكن انت النهارده في ناس تلتمس العذر ان الراجل هي دي الخامه اللي معاه وفي ناس طبعا حته النتيجه فبتعرف انت بقى ايه ده ما عندوش ومش واخد بالك لكن هو طبعا انت النهارده خلاص جربناك في بتاع بنديك الفرصه بتشوف اللعيبه كويسه بنجيب لك اللعيبه الفلانيه اللعيبه الصغيره اللي طالعه اللعيبه اللي موجوده مين يكمل مين كان وده سؤالي اللي جاي عن اللعيبه الصغيره ايه رايك في اللي قدموه امبارح؟ لا لعيبه كويسه لعيبه كويسه طبعا يعني انا محمد حمدي ده على فكره ابن من اولادي يعني ده معانا صوره حلوه قوي ليك هو اصلا كده كده شكله صغير يعني لكن معانا صوره ليه وهو معاك وهو اصغر بكتير فتعالوا نستعرض واحنا بنتكلم عنها لانه اولا اسمه محمد حمدي ميسي ايوه فمن خلال معرفتك بيه يستحق اللقب التقيل ده لا اصل هو كان في سنه هو معايا لا كان بسم الله ما شاء الله لعيب كوره يعني كان فين بقى كان عندي في المقاولين قبل ما يروح دجله قبل ما يروح دجله هو كان خلي بالك اغلى لعيب في المرحله دي كان سنه 2015 او 16 كان عنده 14 سنه اهو ايوه جه سلم عليا ولقيت الحاح من والده اللي هو يعني عايز يروح دجله وبتاع يعني هو مشي في وقتك في عهدك الدفع فيه 400,000 جنيه رقم كبير قوي الدفع 400,000 جنيه لانه فعلا يستحق ليه؟ لا احكي لي عنه بقى اللاعب اللي عنده 14 سنه وينتقل من نادي لتاني ب 400,000 جنيه ده سنه كام؟ 2016 2015 كان. تمام كان عنده 14 سنه وقتها لعيب موهوب لكن انا يعني ما تقدرش تجبر لاعب على انه هو يستمر لا كان في الحاح من والده اللي هو يمشي تمام فهو كان والده علاقته بيا كويسه جدا يعني فقلت له انا ما اقدرش ادي القرار ده لوحدي ما قرار يعني ما اتحاسب عليه تمام زي ما في لعيبه راحت النهارده في منتخب مصر وراحت انبي وراحت دجله ما تقيدوش في النادي بسبب رؤيه المدربين ان هم دول يمشوا والنهارده بسم الله ما شاء الله بملايين يعني ودي كارثه يعني دي كارثه ثانيه يعني نبقى نتكلم عليها في حلقه ثانيه واجيب لك بالاسماء والمدربين اللي مشوهم وراحوا فين لا قول لي دلوقتي لا بالاسماء لا دي حلقه كبيره بالاسماء موجوده عندي يعني اسماء مشيت اسماء مشيت ولم تقيد في المقاولين بسبب تغيير المدربين اللي هم لا يصلحوا وبعديها تعلقوا في انديه اخرى طبعا فده في شبهه ما تقصد لا ده؟ مش شبهه هو جهل فني جهل فني مش زي مين قول لي لعيبه قول لي لعيبه اتفاجئت ان هم مشوا ولقيتهم بعديها تالقوا دلوقتي او ظهروا يعني محمد عماد محمد عماد ده ايام انا ومشي وراح انبي والنهارده من الناس اللي بتلعب اساسا في نادي انبي في لعيبه بقى مشي اول ما انا جيت واستلمت المهمه في المقاولين العرب 2015 جه مدرب قال دول يا كابتن دول لا يصلحوا وموجودين النهارده في المنتخبات وبيجيبوا جوان في المنتخبات بقى منتخب 2003 مش فاكر اسمه ايه مكتوب عندي الاسماء تمام. كلها تمام نبقى نتكلم عنها بالتفصيل في وقت بالتفصيل لاحق قلت لي مشي ازاي في الاخر الاداره النادي توصلت بقى رحت طبعا الاداره في كذا 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 ووالده على تم سعاده اللي هو يدفع وبتاع وهو اللي دفع وهو اللي دفع مش اداره وادي دجله الله اعلم الله اعلم فأمانة يعني الله اعلم يعني بس هي يعني ساعتها في فلوس قدامنا مش هيفرق معانا جايه منين طارق جاي اصل من فوق بس والده كان عاشق على فكره والده من خمس ايام كلمني قال لي ابنك هيتمرن في التتش بكره الله من خمس ايام من خمس بوريك مدى العلاقه صح يعني شوف هو سايبني قد ايه لكن انا دايما هو يعني الصوره اللي حضرتك جبتها دي ده فعلا الولد فعلا كان بيعشق حاجه اسمها طلع نبيل وقال لي ابنك هيتمرن اول تمرين بكره في التتش تمام وامبارح لعب وبعد بتاعك بقى كتبت له الف الف مبروك ايه رايك في اللي قدمه امبارح في الشوط الثاني لعيب كويس اول ما نزل ترقيصه طرد الاتحاد السكندري لعيب جريء لعيب يعني حضرتك قلت ميسي ما الحاجات هي يعني في انا عندي برضو خلي بالك في زد دلوقتي 2010 ميسي مصر كلها ميسي لا 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 امبارح كان في اتنين ميسي في نفس الوقت وسيراميكا فيها ميسي ما بالظبط احمد عادل ميسي مصطفى سعد ميسي محمد حمدي ميسي علاء نبيل لا عندي لا عندي ابو ميسي لا بجد عندي لعيبه في لعيبه الستايل نفسه بيبقى بيشبهك بلعيبه كبار يعني ف ده اللي بنقوله الناس الصغيره اللي تاخد فرصتها صح وتلعب صح
هو النهارده نادي الزمالك النهارده لما الناس كلها بتقول نادي الزمالك والراجل لاعب وعمل الحاجات دي كلها، ما هو الراجل لاعب في توقيت فيه منافسه وقدر اللي هو اولاد صغيره يعني شباب صغير ما لعبش ولعب في توقيت فيه منافسه والحاجات دي كلها، والراجل خد الموضوع على عاتقه وقدر اللي هو يكمل المباريات ودخله في التوقيت المناسب ويخرج في التوقيت المناسب ودي تحسب له. مظبوط. انا محتاج الفتره دي يا هاني زي ما قلت لك بعد موضوع منتخب مصر، احنا محتاجين الفتره دي هذه النوعيه ان الانديه تتجرأ ايوه وتلعب الشباب الصغير، لان احنا شفنا الناس دي خلاص. طيب فاكر ضمن قرارات الاهلي اللي قالوا فيها هنعتمد ما تبقى من الموسم باللاعبين الشباب والناشئين؟ ايوه. كان في قرار اخر من ضمن القرارات وهو ضروره ايقاف الكابتن محمود عاشور وتحويله الى التحقيق حكم الفار في مباراه الاهلي مع فاركو، وإذا لم ينفذ اتحاد الكرة هذه المطالب فلن نشارك في بطولات ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم سواء الكأس أو السوبر. أوبا. تعالوا مع بعض بقى نشوف الصورة دي وعايز تعليقك عليها. أوبا. ماشي؟ ده دخلتني في دخلتني في الحيطة. يلا إيه الصورة اللي هتطلع حالا على الشاشة دلوقتي؟ الصورة اللي معانا على الشاشة دلوقتي حالا هي أسماء طاقم الحكام في مباريات الدوري وأبرزها غزل المحلة وبيراميدز. مين حكم الفيديو كابتن علاء؟ كابتن محمود عاشور اللي النادي الاهلي طالب بايقافه. مظبوط. ده اللي جدول بعد خمسه ايام من المباراه. نزل امتى طاقم التحكيم ده؟ من نص ساعه. اوبا اوبا. لا ما اعتقدش الموضوع، لا الموضوع اذا كان في بيان رسمي. مظبوط. قرارات مجلس اداره النادي الاهلي بعد اجتماع طارئ بين مجلس الاداره وشركه الكره. نادي بقى بدايه ال بدايه الاحتكاك الرسمي الواضح. في تقديري الشخصي يعني. لان الفتره اللي فاتت بيانات واتقال كذا 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 كذا، وكابتن عصام موجود على فكره في لجنه الحكام عادي. مظبوط. بس ده عشان ينزل من نص ساعه ان الحكم كابتن محمود عاشور، اعتقد هيحصل موقف. طيب هو بقى الله اعلم. طيب ازاي يتحل الموقف ده عشان ما يتحطش في ازمه؟ على فكره هو لو كابتن محمود عاشور ما غلطش فاظهاره في مباراه الغد هو امر محمود جدا وبرافو عليهم، لانه ساعتها معناها ان هم ما رضخوش لضغط او هجوم غير مستحق. لكن هم دلوقتي للاسف بقوا مطالبين اكتر من اي وقت مضى ان هم يظهروا الدليل انه ما اخطاش، مش كده؟ تمام. صح؟ واجب الاتحاد اللي هو يظهر الدليل اللي هو ما اخطاش. هو النهارده انت النهارده نزلته اعتقد اللي هي يعني موقف برضه يعني ده موقف. ايوه مظبوط. تمام. طب انت النهارده ليه ما طلعتش على الاعلام وقلت الراجل ده ما اخطاش لو انت مقتنع تمام ان هو ما اخطاش؟ مظبوط. تمام. انت انت النهارده ما ظهرتش ليه للراي العام؟ انت ليه عايز تخش في مشاكل؟ طيب بمناسبة ان الكابتن محمود عاشور هيظهر في مباراة الفريق بيراميدز مع غزل المحلة، فمعنا احد اساطير ونجوم غزل المحلة، النجم المحلة السابق مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الاسبق الكابتن زكي عبد الفتاح. نسأله بقى على القصة دي الاول. نرحب ده هو لسه صاحي من النوم دلوقتي. كابتن زكي ازيك؟ ازيك علاء وحشني والله. ازيك يا حبيبي اخبارك ايه؟ منور الدنيا كلها يا كابتن زكي، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. مخلص لسه تمرين وجاي وبفتح التلفزيون لقيت في مع علاء وبتكتبوا الاسماء الحكام. انا صعاب، انا فوجئت والله يا هاني. انا جالي يعني انت من خمس ايام من الماتش اللي فات بتاع الاهلي وفي جريمه حصلت وكلنا كله انت الزملكاوي قبل الاهلاوي قبل الاسماعيلاوي كله قال ده جون، والراجل الوحيد اللي في مصر من 90 مليون قال لا مش جون. وبعدين النهارده انت في مشكله معاه، انت استنى دلوقتي طلع وعمل تويت وهاجم الاتحاد والاتحاد قال لك لا هنعرض ولا ما عرضوش. طب استنى زي ما انت قلت قبلها بدقيقتين قول هات الاسباب، هات السبب ان هو بريء وطلعه من هو بريء وبعد كده اديله ماتش. ما تديلوش انت لا طلعت ولا عملت، يعني انت بتطلع المسجون قبل ما القاضي يحكم عليه بالبراءه. ما هو هيبقى وجهه نظره ان انا ليه اتهمه لو هو مش مخطئ؟ هيبقى وجهه نظره كده المفروض، المنطق بيقول كده.
اصل انا زي حضرتك واحد من ال 90 مليون، واحد من 90 مليون اللي شافوا ان الكره هدف صحيح، لكن بعد ما لقيت النفي من داخل اتحاد الكره والتاكيد ان تقنيه الفار كانت اتعملت بالشكل الصحيح، قلت لا يبقى انا لازم استنى الدليل، لان اكيد التقنيه اكثر دقه من عيني، فقلت استنى. معاك مليون المية، بس طلع بقى الدليل وبعدين يكون ماتش. يبقى ما في، يبقى انت ايه ما حدش طلع الدليل الاول اهو، دليل براءته هو وخلاص ما فيش مشكلة عنده، ان شاء الله تديله هو اللي يحكم الماتش، ما فيش مشكلة عنده. انما تقول له الدليل، طب ما كلام هم بيتكلموا اتحاد الكورة ده بصراحة، انا كمصري هنا والناس اللي بصراحة يعني واحد يعني مش بالدرجة دي يا جماعة، مش بالدرجة دي. انا ليا مشكلة مع عاشور من سنة 2012. انا مش عايز اقولها، انا كنت بتكلم مع من شويه مع الفيصل زيدان، فانا اديته حاجه انا مش عايز اقولها، يعني مع احترامي ليك عارف انا بحبك قد ايه يعني، بس انا عشان هو انفرد بيا فانا بحط عليه احترامي لفيصل، وانا انا موقف حصل مع ده حبيبي فيصل هو يقوله اه واحد يعني كانك قلته لي انا بالظبط، فانا بقول لهم انا مش عايز ايه، لان انا لو انا ما كنتش قلت لكم انا قلت لك مفهوم. لا انا بحييك على امانه، ويقول لك الانسان ده شكله ايه والموقف المخصوص اللي هيعرضه. لا يعني طبعا طبعا كل الاحترام والتقدير للكابتن محمود عاشور، حتى طبعا اذا كان قد اخطا يحاسب، لكن كشخص هو له كل الاحترام. لا لا له كل الاحترام طبعا بكل تاكيد. لا لا ما يتكلمش شخص، الكلام احنا بنتكلم هنا دلوقتي احترافيه في شغله والكلام ده احترافيه. ايوه انما انا كان خلينا بقى، انا مش بقى كنتش في المحله وده بلدي والنادي ده و خيره عليا وعلى اهلي. فانا شاب، طب انت دلوقتي في موقف في مشاكل هيروح يحكم بك، طب لو حصل حاجه انا بقى نادي عندي درجه ثانيه عشان في مشكله زي دي، طب انا جيت جنب النار ليه؟ هو من قلتهم، من قله الحقوق، من قله الحكام. ما تستنى شويه، يا تطلع البريء طلعه النهارده، طلع دلوقتي. لا بس انا محتاج تفسير للمنطق هنا. هو لو هو غلط في مباراه الاهلي وفاركو، ده مش سبب انه هيغلط في مباراه المحله وبيراميدز بكره. لا لو افترضنا، لو افترضنا اسود، ولو افترضنا فيها شك، كنت عارف في مصر طبعا احنا بنتلكك على اي حاجه. لو فيها حاجه فيها شك الكلام، طب ندي ليه، ندي ليه الاسباب للناس تعترض والناس والمشاكل تكبر؟ طب ونكبر ليه؟ بنحط الجهاز جنب النار دايما. ليه اتحاد الكره ده ليه في لازم في قرارات بيحطوها كده ما تعرفش، زي رئيس لجنه الحكام الاجنبي ده، هو هيجي رئيس لجنه ولا هيجي بس مشرف او تطوير القطاع؟ ما تفكروا يا جماعه قبل ما تاخدوا القرار، صح. تفكروا تشوفوا ايه سلبياته ودلوقتي ادخلوه، انما كده انت شايف كاني اقسم بالله كان الناس قاعده على قهوه بتاخد قرار وما يعرفوش ولا بيدرسوا قرارات والكلام ده، دي مشكلتنا في مصر. احنا ما بندرسش، انت عارف اقول لك هاني وعلاء عارف الكلام ده. احنا لعبنا قبل الاحتراف وقبل سنه 90، وانا عارف قد ايه علاء قريب جدا من الكابتن جوهر الله يرحمه، الكابتن جوهر ده اعظم مدرب جه في مصر كله. هي المشكله اللي بدات من الكابتن جوهري، ان هو كان مدرب وكوره، انما دخل الاحتراف من جمع الدرس الاحتراف وهنجيب الفلوس من اول. المشكله اللي احنا فيها دلوقتي والبرايس اللعيبه اللي هي اللي كتيره والهوجه ده الاحتراف مش الاحتراف من بدايه سنه 90، لاننا احنا بدانا بنحط مشروع من جيب، بنحط بالراس الجدوى نجيب فلوس منين؟ طب البيزنس، انا واحد استفدت، انا استفدت امبارح في المحله استفدت، قال لي امضي ثلاث سنين، لان هو فوق 28 سنه النادي لازم يديك عقد جديد. وعقد جديد يديك فلوس كل ثلاث سنين. انا خدمات النادي اداني 35000 جنيه في السنه. وانا نفس ولا حاجه بقى، كنت موظف في الشركه وبروح التمرين وكل حاجه، وكل سنه اخد 35000 جنيه زياده، ما فيش حاجه اتطورت معايا. ولو كده كل ثلاث سنين، عشان كده لما مشيت اقسم بالله هاني انا بفتكر الايام دي بقعد اضحك، لان انا مشيت على طول في اول سنه بعد سنه 91 على طول. وقلت في اوضه اللبس واسال سوق الغريب موجود واسال الناس دي واحمد حاتم الناس دي، قلت لهم الكوره في مصر هتبقى بص، لا لا لا, لا الاداره اداره ولا جمهور جمهور ولا اللعيبه لعيبه ولا الحكام حكام، ورزق الهب لعب مجانين، هتبقى رزق الهب. ده خدت قراري ان انا اروح امريكا من الوقت ده، لان عارف ان دي هتوصل ان مش هيبقى فيه خلاص اللعيبه كلها هي اللي استفادت، مفيش حد تاني استفاد. ايوه فنفس الشيء هي بتدير نفس الشيء، بناخد قرارات محدش بيدرس فيها، محدش يشوف ايجابيتها ايه سلبياتها، القرارات دي لا قرارات كلها كده على المزاج وده بيتسلم. فانا الواحد بصراحه انا زعلان، انا زعلان هنا يعني الواحد زعلان على البلد. البلد مصر تتحقق منها كتير كتير من كده، بنت تتحقق اكتر من كده.
فانا زعلان وربنا يستر بكره ما يحصلش مشكله في ماتش لا ان شاء الله بكره ما يبقاش في اي مشكله باذن الله. والمحله ان شاء الله هتكسب باذن الله ونقعد ممتاز والمقاولين طبعا أيوة. كله يقعد والجونه تقعد لا 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 المحله والملاعب صريح المحله انا عارف انك صريح قوي نلغي الهبوط السنه دي يا كابتن زكي خلاص كل حبايبي جمال يعني علاء من حبايبي جمال سالم الناس دي المجموعه دي والناس ده وقبل الاحتراف ما نخش وقبل الكلام ده كان اسال علاء ان كنا بنقضي احلى ايام وكنا بنتقابل لهم وكنا نحترم بعض كنت لسه كابتن زكي كنت بتكلم مع اولادي بقول لهم زمان لما كنا بنروح نلعب المحله كنا بنخلص المباراه طبعا ولا في تليفونات ولا في حاجه كنا نرجع في الباص بتاع النادي ونقعد مستنيين الساعه 7 و5 الاستاذ فهم عمر هيقول وعلى استاد المحله اقيمت مباراه ايوه طبعا فاكر يا كابتن زكي؟ طبعا 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 ده واحنا ولا واحنا في الاتوبيس وكل واحد يسمع ويا سلام وفي استاد اسكندريه حصل ايه واستاد السويس حصل ايه بيلم لك دلوقتي حياتنا كلها على الهوا صح ما كانش كتير ما فيش الكلام ده وبعدين على انت كنت تيجي المحله بتشوف نادي المحله ازاي وتشوف بيعملوا وكنا بننتخب الاولمبي وننتخب ناشئين نروح المحله كان بيتعب لنا ايه كان في الله يرحمه محمد حبيبي الله يرحمه الله يرحمه الراجل ده اللي انت بتتكلم بقى على احنا بناخد قرارات وبناخد ورؤيه الله يرحمه ده كان عنده رؤيه احنا طبق الاحتراف من غير قبل ما نطبق مصر مظبوط كنا بنروح النادي التمرين بيبقى الساعه 5 بنروح الساعه 11 الصبح نتغدى ونروح اوضه اللبس نقعد وبعدين نتمرن وبعدين نطلع نتعشى ونقعد لا نادي ياما طلع الاساطير والنجوم وياما زي ما بتقول طبق الاحتراف من زمان طبعا وعشان كده اكيد يعني احنا بالظبط بالظبط كلكم كنتوا من هناك وعشان كده حتى يعني في عارف في قلب كل واحد كده انه لا اسماعيلي لا محله لا لما تيجي تتكلم على الهبوط كابتن زكي انا كالعاده استمتعت بسماع صوتك ونورتنا وشرفتنا ولنرى ايه اللي هيحصل غدا في مواجهه المحله مع بيراميدز باذن الله ايه توقعك كابتن علاء لرد فعل الاهلي على قرار لجنه الحكام واتحاد الكره بتعيين كابتن عاشور بكره في مباراه المحله وكده على فكره انا وانا داخل قبل ما اخش على الهوا هنا مش فاكر مين اللي قال لي ان كابتن محمود عاشور كتب قال لو الاتحاد الكوره ما اظهرش ما حدث داخل غرفه الفار واثبت براءتي انا هنشر الفيديو ده هو يوم الجمعه قال انه يا ريت تنشره ولو انا غلطان هعتذر بس هو قالك لو الاتحاد ما نشرش انا هنشر اعتقد ان الموضوع مش اصل ده انت بتقولي من نص ساعه اعتقد الموضوع هيبقى فيه موقف يعني كان ممكن من الـ يعني برضه كان لازم من الذكاء شويه انت تهدي اللعبه حتى لو مش ايقاف حتى لو ما اخطاش لا يعني لا مش شرط ماتش بكره يعني مش لازم ماتش بكره انت بتعمل ماتش بكره ليه بقى لا معلش عايز اقول لك راي مختلف عنك احنا طول عمرنا بنقول ان اتحاد الكره لازم يحمي حكامه تمام فلو كان محمود عاشور قراره صحيحا فاشراكه في اقرب مباراه هو الامر الاصح ما ظهرتش لانه حمايه للحكم ما ظهرت مش هقول هنا بقى انا معاك هنا ما ظهرتش يظهر الدليل علشان الموضوع وصل لراي عام كامل ايوه ما ظهرش للنادي الاهلي انا بظهر الراي العام صح ان الراجل ده اخطا او ما اخطاش انت مقتنع ان ما اخطاش لازم لابد ظهورك للراي العام اشراكه مقرون بانه في دليل انه بس كده هادي اللي بيتكلم فيها متفق معاك جدا جدا في الموضوع ده وعشان كده انا هروح معاك للخطوه التاليه الاهلي كان ربط ايقاف عاشور بمشاركته هو بالسوبر والكأس الكأس ده اللي هو كمان احنا كام دخلنا في 9 يعني كمان 5 ايام عنده ماتش مع مصر المقصة الاهلي في الكأس فالاهلي قال مش هلعب لو ما توقفش عاشور ما توقفش الاهلي مش هيلعب ماتش المقصة عاشور ما اعرفش في انا اعرف في تقديري الشخصي من الاحداث اللي حواليا طبعا انا يعني وجهه نظري الاحداث اللي حواليا اللي هيحصل في موقف بكره هيحصل موقف من الاهلي بكره من الاحداث اللي بتدور ومن البيانات من خلال خبره الواحد يعني طيب نروح للخطوه التاليه هل الاهلي لسه عنده امل في الدوري لا اعتقدش صعب لا صعب حتى مع التفاؤل اللي حصل امبارح بالمستوى والنتيجه الكبيره قدام الاتحاد ما انت برضه لازم تبص للمنافس انت يعني بتتكلم في لا المنافس في احسن حالاته وانت يعني يعني الماتش بتاع امبارح ده جماهير النادي الاهلي ما فرحتش بثلاث نقط قد ما فرحت باللعيبه اللي ممكن تبقى موجوده الفتره الجايه لكن ما حدش فكر في دوري تمام
هذا المنافس اللي هو الزمالك اللي بيمر بحسب ما بتقول بافضل حالاته، ده حقيقه عنده بكره مواجهه مع المقصه. هيغيب عنه اسماء من الاساسيين امام عاشور وحسام عبد المجيد، ممكن تكون مش دي المشكله. هل فيريرا غيابه بسبب الايقاف مشكله؟ الالف مدرج يعني؟ آه. لا ما تخدش. نادي الزمالك خلاص اللعيبه بتاعته في حاله خلاص ناقص على زي ما بيقولوا على حلو تكه يعني. مظبوط. فاعتقد اللعيبه عندها جوه اللي في الملعب من الخبرات، حتى الولاد الصغار اللي بيلعبوا اللي هم مش عايزين ولاد صغار، اللي هم الشباب الجديد اللي هو بيشارك في الفتره الاخيره دي. اعتقد اللي هو في حافز. انت لو بتبص على الدكه بتاعتك بتاعت نادي الزمالك يا هاني تحس اللي في حاله ما شفتهاش قبل كده. اللي قاعد بره كله قاعد متحفز وكله قاعد بيساند بطريقه انا ما شفتهاش قبل كده. صح. فاعتقد ان ما شفتهاش قبل كده. ما شفتهاش قبل كده. الحاله اللي في الزمالك دلوقتي ما شفتهاش. طب ايه سببها؟ صدفه؟ لا مش صدفه بقى، الموضوع خلاص بقى قريب والحاله كويسه، المنافس التقليدي معاه بيمر بازمه. فالامور كلها مساعده اللي هو يبقى كويس. فخلاص بقى يعني انا شايف الناس واقفه على الخط وبتوجه وحماس وجون بيجي، كل لعيبه الزمالك بتجري. لا حاله صح. لازم تقيس عليها حاله فنيه. صح. فانت بكره لو الراجل ما قالش مين اللي هيبتدي او لاعبه ال 11 لعيب، انا في تقدير ان هم يكسبوا. الحاله اللي وصل لها اللعيبه دلوقتي اللي هم بسم الله ما شاء الله يعني، والحاله اللي وصل لها المقصه مش باي شكل من الاشكال ممكن تهدد مسيره الزمالك؟ وارد. وانا طول عمري اقول ان الانديه اللي تحت هي اللي بتقول مين اللي هياخد الدوري مين ما ياخدش الدوري. المقاصة عملت ماتش جامد جدا مع النادي الاهلي، دفاعي بشكل جيد جدا وهدده. خلي بالك هم المقاصة ده بيلعب ما فيش تنشانه ولا في ضغط، خلاص الفرقه هبطت للدرجه الثانيه يعني. فاعتقد ان هم بيلعبوا باعصاب هاديه تمام، لكن برضو تتحط في الحسبان، لكن فنيا لا الزمالك اعلى. اعلى الزمالك اعلى. لشيكابالا دور كبير قوي السنه دي، مش بس فني لانه فنيا دايما بيقدم ادوار قويه، لكن كمان دور قيادي بيرجعني بيرجعني ل علقت خلاص قررت ان هي تعلق. اوكل مكانك انا؟ لغايه بص شيكابالا بامانه يعني انا حاسس بيه بتغيير شامل، تغيير شامل. اولا بقى عنده اقتناع ان هو خلاص هتاخد الميكروفون ولا خلاص؟ لا كمل بقى انت بدات كحيت خلاص. بقى عنده اقتناع ان هو ممكن ما يبتديش الماتش وهو قاعد وراضي ومبسوط وبينزل يادي. لان شيكابالا ما كانش كده. شيكابالا ما كانش بس بعد يعني كان المفروض الكلام ده من سنتين ثلاثه مظبوط، بس هو ربنا هداه الفتره اللي فاتت. تمام. بيوقف يوجه اي لعيب بيغضب من الفرقه، هو اللي بيروح بيحط تحت باده ويكلم، تحس بيه نضج عند، عارف لما بتدعي الواحد اللي هو ربنا يهديه. فعلا تحس ان شيكابالا ربنا هداه وبدا عنده اقتناع كبير جدا بان الدور اللي بيقوم بيه دلوقتي بره الملعب انا اعتقد اللي هو اقوى من في الملعب، بالرغم ان هو بينزل بيعمل لمسات فنيه. صح. جميله جدا وربنا بيعوضه. عدم بدايه المباراه او عدم لعبه اساسي بينزل بيدي التكه بتاعته. فاعتقد ان كان ليه دور كبير جدا جدا في الفتره اللي هي. صح. اللي فاتت دي. ودي حاجه تحسب له بصراحه. اللي كنت هقوله انه وقت فاكر حل مجلس اداره نادي الزمالك كان في فيديو نشره امير مرتضى منصور في اجتماعه مع اللاعبين وهو بيودعهم ان هو ماشي، وكان شيكابالا ساعتها وهو ماشي راح قايل له ما تقلقش على النادي واحنا بنوعدكم انه الزمالك الفتره اللي جايه هيبقى متماسك بشكل كبير. وقتها خد الزمالك الدوري وفي الموسم اللي بعده متصدر قبل نهايه المسابقه باربع خمس جولات، فتحس انه وعد واوفى شيكابالا على مستوى الدور القيادي. دي حقيقه. دي حقيقه. اعتقد الدور اللي عمله شيكابالا الفتره اللي فاتت اعتقد اللي هو شيكابالا بعد ما يبطل ليه دور كبير قوي في نادي الزمالك سواء على مستوى الاداره او مستوى الفني. نادي الزمالك عمره ما ينسى شيكابالا الفتره اللي فاتت دي. عمره. يعني كان ممكن امكانياته الفنيه ومهارته تروح بسبب اللي كان بيحصل الفترة تمام، لكن مهارته مع الموقف اللي حصل او المواقف اللي حصلت في الفترة اللي فاتت وحصول نادي الزمالك على بطولة الدوري السنة اللي فاتت والسنة دي
هتبقى الموضوع يفرق كتير جدا جدا. خلي بالك مش في الكوره بس، انا بشوف وبقرا ان هو بيروح لبتوع الهاندبول وبيروح لل يعني متوغل في، اعتقد ان شيكابالا يعني لو دخل في حته الاداره والحاجات دي لا ممكن يقعد في سنين طويله او في مجلس اداره النادي. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل معانا كلام مهم جدا يخص قصه كهربا، شايف ازاي يتم التعامل معاها من جانب الاهلي بخصوص الغرامه والايقاف المفروضين للزمالك ضد كهربا، واكيد عن فيتوريا وجولاتي المختلفه وعن لجنه الحكام اللي اتكلمت عنها من شويه حضرتك بعد الفاصل في الماتش، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش لسه منورنا. تعالوا مع بعض نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد عدد من المباريات لعبت في الجوله 30. تعالوا نشوف مع بعض على الشاشه جدول الترتيب حاليا. الزمالك هو المتصدر، بكره يلعب المباراه رقم 30 ويمتلك 69 نقطه. بيراميدز هو الثاني، بكره يلعب المباراه رقم 30 عنده 62 نقطه. الاهلي لعب 28 مباراه معاه 59 نقطه. فيوتشر في المركز الرابع ب 48 نقطة بفارق نقطتين عن طلائع الجيش اللي تعادل النهاردة. فيوتشر ثبت أقدامه نوعا ما في المربع الذهبي. سموحة في المركز السادس ب 41 نقطة، فقد عدة نقاط خلته يتراجع مركزين. البنك الأهلي سبع مراكز، هو في المركز السابع ب 41 نقطة، ثم فاركو ثمان مركز ثامن 37 نقطة، ثم إمبي المركز التاسع ب 35 نقطة، هو نفس رصيد سيراميك كليوباترا، تعادلا سويا اليوم. الاتحاد السكندري في المركز ال 11 33 نقطة، هو نفس رصيد المصري البورسعيدي. بص الاتحاد السكندري ماينس كام؟ اه على مستوى الأهداف اللي ارجع ثانية كده. ماينس 13. اه. كتير قوي. اه. كتير كتير يعني، في 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 حاجة غلط. في عهد الكابتن حسام حسن سجلوا 20 واستقبلوا 17. ودلوقتي عليه كام؟ 48؟ عليه 48. يعني بتتكلم في 31 جول. اه. 31 جول كتير قوي. اصل كان في خماسيه لا كانوا سجلوا 17 واستقبلوا 20، ده في عهد الكابتن حسام حسن، يبقى زاد عليهم 28. 28 جول كتير يعني. كتير. المراكز التاليه، المركز 13 الاسماعيلي، في المركز ال 13 33 نقطه غزل المحله، في المركز ال 14 30 نقطه عنده ماتش بكره ايسترن كومباني، في المركز ال 15 28 نقطه، الجونه 27، المقاولين 25، يلتقيان غدا والمقصه اخيرا. ماتش الجونه والمقاولين ده يا كابتن من الماتشات المنتظره، ده عليه نسبه كبيره جدا من اللي هيديك ثقه الفتره اللي جايه. لان الماتش ده للاثنين بسته بونت. يعني الماتش ده سواء للجونه او المقاولين طبعا. يعني انا يعني كنت لسه حتى بتكلم مع نجوم نادي المقاولين، يعني اللي احنا لازم يبقى لنا دور في هذه المرحله. اللي احنا لازم ندعم النادي ولازم ندعم الفرقه ولازم ندعم الجهاز الفني. بس التوقيت ضيق، ما تقدرش، عندهم ماتش بكره يعني ان شاء الله يعدوا مباراه بكره ان شاء الله، ويبقى لنا دور كبير. اللي احنا الفتره الجايه فعلا محتاجانا كلنا، كل ابناء نادي المقاولين العرب، لان ده نادينا. ولازم يكون لنا دور ايجابي مع فرقتنا، وفرقتنا في ازمه. والازمه دي مش هيقف جنبيها غير ابناء النادي المقاولين العرب. وبالرغم من كلنا بنتمنى للجهاز الفني التوفيق، ولان فعلا يعني صعب قوي المقاولين العرب بالمنظر ده. المهندس محسن صلاح كان معايا في مداخله تليفونيه، رئيس مجلس اداره نادي المقاولين العرب. نبره صوته كانت حزينه جدا على الوضع اللي فيه المقاولين العرب على مستوى النتائج، وقال احنا بنلوم نفسنا، احنا فرطنا في نتائج ومباريات كنا ممكن نحصد فيها النقاط، فالفرقه حطت نفسها في الوضع الحالي. مهندس محسن صلاح السنه دي عدت عليه ب 30 سنه في الكوره. طبعا من الازمات اللي عدت. انا كنت بتفرج عليه، كان الكاميرا جايباه في مباراه سيراميكا. لا وباين عليه الحزن، وباين طبعا عليه النتائج دي مزعجه بالنسبه له، وهو كمان يعني ان هو يعني نادي وهو كمان اداري رائع، يعني يحب الفوز جدا ويحب المكسب. صح. ولما تكسب بقى خد منه احلى كلام بقى، يا لول يا مش عارف ايه. ان شاء الله ازمه تعدي ان شاء الله. امين. لان على فكره رجل الشارع المصري بيحب المقاولين، بقول لك ازاي. صح. ازاي يعني، بقول لك ازاي يعني. فكلمه ازاي دي يبقى في اقتناع كبير جدا، لكن هي ازمه تعدي ولابد. صح. ان شاء الله هنعدي ان شاء الله، بس لابد ان انت تقعد على ترابيزه تشوف ايه اللي حصل وما تكررش تاني. مظبوط. طيب
عايز اروح معاك بقى لقصه كهربا، لانه الكلام انتشر وتفسيرات للي كتبه ما بين الحلو واللي ممكن يكون مش واضح. كتب من شويه النهارده الظهر يعني بيقول شكرا لليوفي بالعقود او بالوعود. طب نطلعها على الشاشه جنبي عشان ما هو قال انه شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا. كانت دي اللي اتنشرت امبارح. لكن قصه كهربا خلاص تمام كفايه. قصه كهربا شايفها ازاي فيما يخص التعاقد؟ انا اتاكدنا وده معلومه حتى اضيفت الى معلوماتي، بشكر الزميل حسين غريب عليها، انه في بند بيقول ان احنا ملناش دعوه، الاهلي ملناش دعوه لو حصل اي مشكله يعني ماديه. الوضع الراهن اللي المفروض يحصل فيه لاعب موقوف 4 شهور وعليه غرامه برقم كبير اكتر من 2 مليون دولار، الاهلي ازاي يتعامل في القصه دي؟ هو حسب الاتفاق العقد شريعه المتعاقدين ايه اللي مكتوب في العقد وهيتنفذ. لكن 2 مليون دولار يعني تتكلم في 40 مليون جنيه بل اكتر بالفوائد كمان كمان فاعتقد ان هيتم التعامل في هذا الموضوع بما هو منصوص في العقد المبرم ما بين النادي الاهلي وبين محمود كهربا. ده رأي شخصي يعني. لكن اللي مكتوب ده ما يعني ما تعرفش تفسره يعني بشيء. عارف انت لما كان زمان تقول لك عروستي لعبه عروستي مش عارف ايه حاجه مش عارف ايه تقعد تفكر ما ايه معناها. طيب هو كهربا موقوف لحد ما يدفع الغرامه والايقاف مدته 6 اشهر بالنسبه للاعب الدولي. عايز اروح معاك بقى لمنتخب مصر. ايوه. ايه رايك في جولات او فكره ان المدير الفني لمنتخب مصر يعمل جولات ويطلب انه يلتقي بالمديرين الفنيين للانديه في مقرات التدريبات علشان يستكشف كل الامور؟ فيتوريا بيعمل كده، ايه رايك؟ كويس. برضه يعني متلقا كويس. مش من مش ما هو برضه يعني اعتقد ان كابتن حازم هو المتصدر المشهد. مظبوط. تمام. فهو شاف اكيد سلبيات المدربين الفتره اللي فاتت بعدم، وانا يمكن قلت لك فاكر يعني بطلع في المقصوره كده اروح بعض اروح ماشي هو ده اللي اروح الانديه حكم لعب كده. نروح الانديه نسال على اللعيبه ايه الاخبار، طب اللعيب ده كويس تمام. كنتوا بتعملوا كده؟ بتروحوا الانديه تقعدوا مع المدربين ونقول له مثلا خلي بالك اللعيب الفلاني الترنات بتاعته ضعيفه او الجنب بتاعه ضعيف تشتغل عليه والحاجات دي، لان هم اللي بيجهزوا لكم اللعيبه. تمام. مفهوم. فاعتقد ان دي هو لا اديني امثله اكتر، كنتوا بتطلبوا ايه من الاجهزه الفنيه؟ ايه الاستفاده اللي ممكن ياخدها فيتوريا بعد ما يلتقي بالمدربين في مقرات التدريبات؟ هو هي حته نفسيه بحته مليون في الميه اللي انت بتقول للعيبه انا قريب منك. انا قريب منك في التمرين. انا قريب منك مع الجهاز بتاعك. اللعيب هيوصله ان انت لو وحش في التدريب المدرب بتاعه هيقول للراجل ده ما بيدربش كويس. تمام. هي حته نفسيه، لكن هو مش هيقدر يعمل اي حاجه دلوقتي لان الوقت لا يسمح. ضغط مباريات ونهايه دوري والحاجات دي كلها. لكن هي حته تعارف ممكن يبقى معجب بلعيب او يعني واخد دماغه لعيب، ممكن المدير الفني يديله نبذه اللي هو يقول له مثلا ده لا ما بتمرنش كويس، لا ده مش عارف سلوكيا ايه. ممكن العكس صحيح يبقى هو مش مقتنع بحد المدير الفني وممكن يوصل له معلومه كويسه. فهي في حد ذاتها مفيده. حد ذاتها مفيده، زيارات مهمه جدا. احنا كنا بنعمل كده وانا كنت بطالب بكده. لما انا كنت بقعد معاك ايام الكابتن حسام البدري قلت له لازم ينزل الملاعب ويزور الانديه ويقعد مع الاجهزه ويروح هنا ويروح هنا، دي حاجه كويسه جدا. بس التكمله بقى مش البدايه، الاستمراريه. بكل تاكيد متفائل بهذه التجربه حاليا بالدوري العام يعني. لا ده الدوري الجديد بقى ابتدي اقول لك. مفهوم. اشوف بقى الدوري اللعيبه اللي هتلعب ومين من الجداد ومين ومين ومين. اعتقد ان حاليا ما اقدرش احكم خالص على بدايه الدوري الجديد. ميكالي المدير الفني البرازيلي اللي بيتولى عنه حاجه ما تعرفش عنه حاجه، واخد اولمبياد ريو مع البرازيل. مش شرط اللي هو ينجح. انا اقصد ان هو ناجح على مستوى المراحل العمريه الشابه دي. انا كان نفسي مدارس موحده. كان نفسي مدارس موحده تقود المنتخبات. مدرسه برازيليه، مدرسه انجليزيه، ايا كان. المدرسه مش بعيدتين قوي، البرتغالي وال الله اعلم، والاثنين بيتكلموا نفس اللغه.
ماشي خلاص. يعني اتمنى ان هي تبقى مدارس مقربه بحيث يبقى في تفاهم بين الاثنين، مدرسه لسه ماشيين عليها الحاجات دي كلها. لكن بامانه في 2001 اللي هي المنتخب الاولمبي مواليد 2001 في ايوه في اسماء حلوه، في لعيبه كويسه، لان هو طلب تقرير عن اسماء اللاعبين مواليد 2001. في هو بتاع سيراميكا مصطفى ميسي 2001. لا في جيل كويس 2001، فاعتقد 2003 اللي هم موجودين دلوقتي بيلعبوا حقهم اللي هم يلعبوا مظبوط تمام. فاعتقد اللي هو عنده جيل كويس، بس هي عايزه لفه كويسه صح، ما تعتمدش على الشاشه واللعيبه اللي بتلعب، لا في لعيبه اللي انت ممكن تقدر تعمل منها. وهي دي بقى هي دي صنعه المدرب، اللي انت هتاخد لعيبه من حته فلان شايف في حاجات كويسه تقدر تصنفره وتشيل التراب من عليه وتقدمه لمصر. هي دي اللي احنا عايزينها، مش عايزين لعيب على الشاشه قدامك عشان ايه ده يعني، لا عايزين لعيب انت تعمله مش هو اللي يعملك. كابتن علي نبيل نجم الكره المصريه مدرب منتخبنا الوطني الاسبق، احنا استمتعنا جدا بالحوار معاك كالعاده. الله يخليك. لكن قبل ما نختم سالتك من شويه على توقعك عن رد الاهلي على تعيين الكابتن محمود عاشور حكما للفيديو في مباراه المحله وبيراميدز، عايز تسمعه؟ يا ريت. تواصلنا مع بيراميدز عفوا مع مصدر داخل النادي الاهلي بنقول لهم كابتن محمود عاشور موجود في ماتش المحله وبيراميدز، قال لنا ان هناك قرارات واضحه اتخذها مجلس اداره النادي الاهلي ونحن ملتزمون بها وهي واضحه ولا تحتاج الى تفسير جديد. ده المتوقع انا قلت لك هذا الكلام. ما يعني انه الاهلي بيقول للناس محمود عاشور لم يحل للتحقيق، لم يتم ايقافه، اذا لن نشارك في مباراه الكاس ولا السوق. الكابتن محمود الخطيب طلع اول امبارح في البيان بتاعه والحديث بتاعه قال لك احنا قدمنا كتير 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 في حاجات كتير امور كتير ولم يتخذ اي اجراء. مظبوط. فهذا هو اول اجراء بعد البيان اللي اتعمل اللي هو قال كذا وحصل كذا. نورتني وشرفتني. شكرا كابتن. شكرا لحضرتك. شكرا. وانتوا كمان نورتونا كالعاده في حلقتنا النهارده من الماتش، تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، نلتقي